صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في صفحة جديدة من كتاب اللغة الفرنسية لمستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. وعلى بركة الله سنبدأ. ودرسنا اليوم هو عبارة عن نص Comment monter une pièce de théâtre? Avant de lire la lecture, on va répondre à ces questions. يعني avant la lecture, يعني قبل القراءة. Que vois-tu sur l'image? يعني ماذا ترون في هذه الصورة؟ Oui, on voit des acteurs. يعني نرى ممثلين. Où se trouve-t-elle? أين يوجد لوي؟ Sur scène. D'après le théâtre, que veut-on monter? يعني بعد قراءة العنوان, يعني comment monter une pièce de théâtre? On veut monter une pièce de théâtre. قد كتبت الأجوبة هنا كي تكون واضحة أحسن. Je vois des acteurs et se trouve sur scène. On veut monter une pièce de théâtre. سأقرأ النص ثم بعد ذلك سنشرحه. Comment monter une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre se joue sur une scène. Le scénariste écrit des dialogues qu'on appelle scénario. Le décorateur s'occupe du décor. Le metteur en scène distribue les rôles aux acteurs. Il leur montre comment ils doivent jouer les scènes. سأعيد النص مع الشرح. Comment monter une pièce de théâtre? يعني كيف سنركب أو نصنع مسرحية؟ يعني ما هي الأشياء التي نعتمد عليها لكي نسميها هذه مسرحية؟ Une pièce de théâtre se joue sur un scène. يعني المسرحية تنفذ أو تلعب على خشبة المسرح. Le scénariste écrit des dialogues qu'on appelle scénario. يعني كاتب السيناريو أو السيناريست يكتب الحوارات التي نسميها السيناريو. Le décorateur s'occupe du décor. يعني المصمم هو الذي يعتني بالديكور. Le metteur en scène distribue. يعني المخرج مخرج يعني المسرحية يقوم بتوزيع لي رول يعني الادوار aux acteurs يعني للممثلين. Il leur montre comment ils doivent jouer les scènes. ويوضح لهم كيف سيلعبون ادوارهم. بعد قراءتنا للنص سنجيب على هذه الاسئله. Pendant la lecture, j'écoute la lecture du professeur. يعني ساسمع لقراءه استاذي. Je lis silencieusement le texte, يعني سأقرأ النص بصمت. Où se joue une pièce de théâtre, يعني أين نلعب المسرحية؟ Oui, et se joue sur un scène, على خشبة المسرح. Qui crée les dialogues, من الذي يكتب الحوارات؟ Oui, si le scénariste, يعني السيناريست. Que fait le metteur en scène, يعني ماذا يفعل المخرج؟ Oui. Le metteur distribue les rôles, يقوم بتوزيع الأدوار على الممثلين. Que font les acteurs? يعني ماذا يفعلون الممثلين؟ Oui, ils jouent sur la scène. إنهم يلعبون أدوارهم على خشبة المسرح. الأجوبة هنا كي تكون واضحة. Elle se joue sur une scène. Si le scénariste, elle distribue les rôles. Il joue sur la scène. سؤال رقم ثلاثة. Pour présenter une pièce de théâtre, il faut encadrer la bonne réponse. يعني لكي نقدم مسرحية يجب. ثم سنؤطر الأجوبة الصحيحة من بين هذه الجمل التالية. Une scène de théâtre ou un cinéma. Oui. نحتاج إلى خشبة المسرح. سنؤطر هذه الجملة. Un texte ou un scénario. نعم نحتاج إلى النص وسيناريو. هذا جواب صحيح. دي فوتبولور لا. وي دي زاكتور. نحتاج أيضا إلى الممثلين. سننتقل إلى صفحة الموانية.
J'écris une phrase avec elle faut et ne faut pas. Yani, il faut yani yajib et ne faut pas yani la yajib. Je vais écrire toujours la taille ici, في الدفتر. Il faut manger trois fois par jour et ne faut pas allumer le feu dans la forêt. نقوم بإعادة كتابة هذه الأحرف وهذه الكلمة لكي ترونها جيدا لكي يكون خطكم جميلا. دائما عندما تكتبون أي حرف لا تنسوا المربع الذي كتب فيه. انظروا هنا في مربع واحد، هنا سأعتمد فقط على مربع واحد، هكذا هكذا. كم مربع هنا؟ واحد اثنان، واحد اثنان هكذا، ثم مربع واحد. سنعيد مرة أخرى، فقط مربع واحد هكذا هكذا هكذا، ثم سأعيد مرة أخرى. مربع فقط، هنا مربع وهنا واحد اثنان، واحد اثنان ثلاثة هكذا هكذا هكذا. كلما كتبتم كثيرا سيصبح عليكم سهلا إعادة كتابتها. سنعيد هذا بي ماجسكول يعني حرف كبير. نفس الطريقة، كم مربع هنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، يعني خطوط هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة. سنحسب نفس الخطوط، واحد اثنان ثلاثة أربعة هكذا أربعة هكذا. ثم ماذا سنقوم بهذه الطريقة؟ نفس الطريقة هكذا، نفس الشيء هنا هكذا، ثم كأنه قوس صغير هكذا هكذا. نفس الطريقة، انظروا جيدا هكذا، ثم هكذا نفس الطريقة أيضا هكذا هكذا، كأنكم ترسمون. نفس الطريقة، انظروا إذن هكذا هكذا. سنعيد هنا أيضا حتى ننتهي هكذا، كأننا نرسم هنا، نرسم ولكن في نفس الوقت نكتب. آخر بي ماجسكول. الآن سنكتب الكلمة باردون. نفس الطريقة، هنا كم خط؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة. نفس الطريقة هكذا، ثم هكذا هكذا، ثم سنكتب الكلمة أ مربع واحد، إغ مربع واحد، دي كم هنا؟ واحد اثنان ثلاثة، يعني واحد اثنان ثلاثة. توقفوا هنا، أو كبيرة مربع واحد، ثم إن هكذا. سنعيد نفس الطريقة، باردون هكذا، أ مربع واحد و إيغ مربع واحد، يعني خط خط به خط، يعني فقط خط واحد. باردون هنا دي و أو كبيرة، ثم سأكتب هكذا نفس الطريقة، باردون هكذا، ثم نكتب أ هنا فقط خط، باردون هكذا. سنكمل الكلمة الأخيرة نفس الطريقة، بي أ مربع أو خط فقط، يعني نصعد فقط خط جو كوبي. سنكتب هذه الجملة partons tout de suite. نفس الطريقة، كم هنا؟ واحد اثنان ثلاثة، يعني واحد اثنان ثلاثة. نفس الطريقة هكذا
ثم بهذه الطريقة A, R, T كم لدينا؟ واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. Pardon. O مربع N وإس هكذا، انظروا جيدا هكذا. Tout de suite. واحد اثنان ثلاثة يعني نفس الشيء، واحد اثنان ثلاثة. هنا T تكتب بثلاث يعني واحد اثنان ثلاثة. O ثم E ثم T. دي كم؟ واحد اثنان ثلاثة يعني واحد اثنان ثلاثة. إذا اتبعتم هذه الطريقة سيصبح خطكم جميلا جدا. S نفس مربع، U مربع أيضا، و E هنا، و T و E. سنعيد آخر جملة. Pardon. هكذا. هكذا. ثم تو او او ثم دي او سويت. الحمد لله انتهينا. إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.